تسديده الاولى كانت اصعب الكره اللي اصطدمت بالقائم اشرف ساعه اشرف الامازال يخرج بها مسار يطفي وحدك 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 والحارس ودائما نتكلم عن طبيب ضغط يوسف شريف يقوم بالتغطيه الكره ما تفيد جانبيه بعيده بعيده تماما من أمازال إسماعيل أمازال تلعب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكر المنتخب على القتاليه اللي دار اليوم واللي كيبينها ديما في جميع لي ماتش اللي دازو. كنشكروا هشام الدقيق المدرب الوطني اللي خلق لنا هذا المنتخب هذا تبارك الله عليه اللي في المستوى. رغم الهزيمه حنا ديما كنحبوا المنتخب ونبقاو نحبوه لا الكبار لا الصغار لا القاعات لا الشبان لا الاولمبيات لا كل شيء. من هذا الشيء كامل كنشكر الدراري ديال الدرب ديال الحومه اللي وقفوا معنا وساندوا اشرف سعود اللي ولد الحومه ديالنا الاخير رمق. شكرا جزيلا من منبر البطوله اللي جا ساندنا وديما كان مساندنا في اي احتفاليه ولا في اي. السلام عليكم. البطوله اللي جات عندنا للدرب حي الهدى كانت ساندنا حتى هي ديما كانت تكون حاضره معنا. كنشكروا المنتخب الوطني المغربي وكنشكروا المدرب ديالنا على القتاليه ديالهم بينونا منتخب زوين. اللهم لك الحمد على النتيجه واخا تقصينا ماشي مشكل عندنا منتخب زوين. كنشكروا المنتخب ديالنا برافو الدراري برافو اشرف سعود والدراري ديال المنتخب وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكروا المنتخب الوطني وعلى راسهم السي هشام الدكيك على هذه التوليفه اللي دار لنا وهذا المنتخب القوي صراحه وصلوا لهذا المستوى هذا اللي ما كناش كنتخيلوا اننا غنوصلوا ليه ولكن بالقتاليه ديال الرجال وعلى راسهم الابن الحي ديالنا حي الهدى ولد مدينه اكادير اللي كنفتخروا به بزاف اشرف سعود اللي مثلونا هو والمنتخب كامل احسن تمثيل. كنشكرهم وكنشكروا الجماهير اللي ساندتهم تما والجماهير اللي ساندتهم هنا في المغرب. تحيه ليكيب ناسيونال كامله كيف ما قلت على راسها سي هشام الدكيك وتحيه لولد الحي ديالنا سي اشرف سعود اللي كنشجعوه غنبقاو كنشجعوه ديما. كنشكروا اشرف سعود داروا لي عليه لهم الحمد لله تنتمنى لهم التوفيق هو السي الله عمرها دار وكنبغيوه والله يكمل عليه تحياتي والله يكمل عليه الله يسهل عليهم. الحمد لله تحياتي للدراري كاملين داروا المجهود داروا اللي عليهم الحمد لله اللهم لك الحمد الدراري زوينين تقاتلوا والله يكمل عليهم الله يكمل عليهم وشكرا.